السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين ام سلطان. لاول مره غادي يشوف القناه ديالي يشارك باش يوصلوا اي جديد. نبارطاجي معكم فطائر بعجينه ناجحه مليون في المئه، انا متاكده الا جربتوها غادي تحمقكم. غنديروهم بواحد الحشوه مميزه جدا جدا، غادي تعجبكم. نمشيو للمقادير. كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق اللي هي ربعه، 125 غرام ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا كاس ما عامرش، شويه ديال الملحه، بيضه، 40 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره سكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز. المهم البنات غادا ندير الدقيق. بالنسبه للزبده راني ذوبتها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، الخميره خلطتها مع سنيده وضفت لها شويه ديال الماء. غادا نضيف الزبده اللي ذوبت وبيضه، شويه ديال الملحه، صافي. وغادي نجمع بكاس لاروب اللي عندي ديال الحليب يكون دافي. غادي نخليها تعجن مزيان، حتى يمكن لكم بغيت تعجنوها بيديكم، العجينه كتجي رطبه بزاف. صافي، هنايا غناخد شي اناء اخر، غادي نضيف له شويه ديال الزيت مع العجينه كتكون كتلصق شويه. هنايا جمعتها كيف ما كتشوفوا معايا، العجينه كتكون رطبه. غادي نغطيها ونحطها على جنب بينما وجدنا الحشوه. غادي نحضر معكم الحشوه، كتجي زوينه بزاف، كتجي مميزه. خديت مقيله درت لها شويه ديال الزيت الرومي، شويه ديال زيت العود، درت بصله متوسطه خليتها حتى هبطات مزيان. غادي نضيف ليها شويه ديال الكفته، يمكن لكم تعوضوها بصدها ديال الدجاج او اي حاجه كتعجبكم. غادي نضيف لها شويه الابزار، شويه الملحه، صافي. غادي نشحرها شي شويه. هي غادي نضيف واحد المكون، عرفتوا البنات هذا المكون غادي يجيكم غريب ربما في الحشوات، في الحشوات بحال هكذا، ولكن راه كيعطيهم واحد المذاق هائل. خديت بطاطا الحجم ديالها كبير، يمكن لكم ديروا جوج صغار. غسلتها مزيان وحكيتها بالعين الكبيره، شويه ديال التحميره، صافي. وغادي نطيبها مع الكفته، كتعرفوا دغيا البطاطا كطيب. غادي نضيف لها شويه ديال الثومه بودغ، غادي نخليها تتشحر مزيان. وغادي نضيف لها معدنوس، عرفتي هاد الحشوه كتجي زوينه. حنا مالفين ديما كنديروا الخيزو محكوك ولا القرعه الخضراء، عرفتي حتى البطاطا كتجي رائعه. من بعد ما خمرات لي العجينه ضعف الحجم ديالها، غادي ندرش سطح العمل بالدقيق، ضروري مع العجينه كتكون خفيفه بزاف. غادي نفرغ منها الهواء وغادي نقطعها. الكويرات وضروري من الدقيق. نتوما كيفاش بغيتوهم صغار ولا كبار. بعد ما بردات ليا الحشوه غادي نضيف ليها الجبن المبشور، عرفتي كيعطيها واحد التعليكه زوينه. غادي نرشو شويه ديال الدقيق على سطح العمل، ضروري من هاد المرحله باش ما تلصقش لكم العجينه في سطح العمل ديالكم. غادي نشكلها على الطول كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، ورقوها مزيان لحقاش مازال غتخمر وغادي يضاعف الحجم ديالها.
الحشوه وغادي نجمع ليها الجناب ديالها وصافي، وغادي نلفها فحال دي سيجار. هاد الشكل كيجي زوين بزاف. جينا ما كتحل ما والو، ما تحتاجوش ديروا لها البيض ولا الماء باش تسد لكم العجينه، كتجي رطبه بزاف. صافي غادي نشكلها فحال دي سيجار. غادي نشارك معكم وحده اخرى. خديت صفار ديال البيض، ضفت له شويه ديال الحليب وغادي ندهن بهم الفطائر. غادي نرشهم بشويه ديال الزنجلان ولا حبوب الخشخاش، يمكن لكم ترشوا عليهم اي حاجه كتفضلوها. غادي نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم، وغادي نشعل الفران يكون سخون من قبل، نخليهم يطيبوا من التحت حتى يتحمروا، عاد نشعل عليهم من الفوق ياخذوا اللون زوين. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو فطائر زوينين بعجينه ناجحه 100% وحشوه كتجي زوينه ومعلكه. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش يوصلوا اي جديد.